الاسماء المرشحه اللي كانت جايه تمسك النادي الاسماعيلي طبعا كان ابرزها الحاج ابراهيم العرجاني، وكان هيفرق مع النادي الاسماعيلي كتير. الحاج ابراهيم العرجاني يفرق مع النادي الاسماعيلي كتير، راجل هيدي النادي الاسماعيلي مش هيبخل عليه. ولكن الاهلي هيسيبك؟ الاهلي هيسيبك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم كل الظروف إن شاء الله هتتحل، هتتحل. وأنا عايز أقول لك حاجة، إن الأزمة أصبحت أكبر من أزمة الهبوط للدور الثاني. مش حكاية إن أنت تنزل للدرجة الثانية، خلاص كده الموضوع فيه قضايا، يعني مثلا دييجو وكارميلو زائد قضية إبراهيم حسن اللي اتحكم فيها، وديجو طبعا اتحكم فيها والقرار يمكن نسمعه يعني بكره ولا النهارده، يعني خلاص كده، زائد مشكله كارميلو اللي لسه هيتحكم فيها. فانت موضوع القيد بالنسبه لك على وشك ان هو يتوقف باسباب كتيره جدا، زائد الاسماء المرشحه اللي كانت جايه تمسك النادي الاسماعيلي طبعا كان ابرزها الحاج ابراهيم العرجاني، وكان هيفرق مع النادي الاسماعيلي كتير. الحاج ابراهيم العرجاني يفرق مع النادي الاسماعيلي كتير، راجل هيدي النادي الاسماعيلي مش هيبخل عليه. ولكن الاهلي هيسيبك؟ الاهلي هيسيبك؟ الخطيب اللي انا كنت، يا جماعه انا الخطيب بالنسبه لي حاجه رمز كوره، مش حكايه ان هو اهلي ولا حاجه، ده رمز من رموز الكوره، زي نجوم كتيره جدا رغم ان هم بيلعبوا في اي نادي ضدي او معايا او ما بشجعوش، ولكن دول رموز. الخطيب رمز من الرموز دي، ولكن الاتفاقيه اللي عملها مع الحاج ابراهيم العرجاني في وقت ان الاسماعيلي كان عايز الحاج ابراهيم العرجاني ضروري جدا، لان الراجل هيقدر يسند النادي الاسماعيلي، هيحل ازمات النادي الاسماعيلي، قادر على حل الازمات بتاعت النادي الاسماعيلي، وهيغير النادي الاسماعيلي شكلا ومضمونا في المسائل الماديه، خاصه المشاكل الماديه. لو الحاج ابراهيم العرجاني مسك النادي الاسماعيلي مش هيبقى فيه مشكله على الماديه عندك، كل الحاجات دي هتبقى محلوله خالص، انه قادر، رجل عملي وراجل وعطائه كبير جدا. ولكن الاهلي مش هيسكت على الحاجات دي، او ما سكتش الاهلي وعمل شراكه مع الحاج ابراهيم العرجاني، فاحنا ممكن نكون شبه ان احنا خسرنا الحاج ابراهيم العرجاني اللي هو رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي في الفتره المؤقته. بفعل فاعل لازم نتكلم في الكلام ده كله، وليه الخطيب عمل العمله دي، وليه النادي الاهلي واقف للنادي الاسماعيلي. ما كفتش يا عم الاهلي ان انت خطفت اللعيبه من النادي الاسماعيلي زمان، ضيعت بطولات على النادي الاسماعيلي زمان، بتتدخل دلوقتي في الاسماعيلي في موقف حرج، موقف صعب جدا، فريق جماهيري مهم جدا، وبيقع يا اخوك بيقع، خلاص انت عاوز تموته، خلاص خلصت الدنيا. فاحنا هنا دي النقطة انا بوضحها لك، زائد المشاكل المادية اللي داخلة، اللي هي فيها كارميلو وابراهيم حسن وبيجو ولا يجو، انا مش فاكر اسمه بالظبط، ولكن احنا عايزين حل سريع جدا، وان شاء الله هتفرج باذن الله وربنا هيكرم، وممكن واحتمال ابراهيم الارجاني يمسك النادي الاسماعيلي زائد شراكته مع النادي الاهلي، وتتحل. لكن انا بقول لك ان الموضوع يعني صعوبته واعتمادك على الناشئين، وان انت تبقى نادي استثماري، انت عاوز مجلس دلوقتي رئيس مجلس اداره، لو ما عرفتش تجيب رجل اعمال، تجيب رجل منظم يعمل شكل استثماري النادي الاسماعيلي، تخرج لعيبه تبيع وتستثمر لحد ما الاسماعيلي يقف على رجله، ما قدامكش حل تاني يعني، وتستعين بالله قبل كل شيء يعني. السلام عليكم ورحمه الله.